المشيدين لو سمحت. والله شوف انا المشيدين يعني ظالمين الشعار، والشعار يحبونهم للامانه. انا قاعد اشوف طيب. الحب من طرف واحد وهذه مشكله كبيره. وبعدين الحب من طرف واحد، الشاعر يحب المنشد يحب تملك، وحب التملك هذا ابشع انواع الحب. بما اني قريت عن الحب واجد يعني صرت احلل شخصيات فيه يعني هذه ودي في السناب خطير. بكره خليها محتوى خطير. هلا عرفناك يا حبيب خطير. لا لا انا احب اطلع على كل شيء. فهمتني؟ يعني عشان اكتب انا طيب خلاص عشان اكتب انا طريت الحب صح؟ ايه؟ انت تحب الحب نظره قالها انسان كذاب. سلم نحب محمد ولا نشوفه. طيب انت تحب ولا لا؟ اي والله ولا فيها شيء ولا فيها شيء صادق ولا فيها شيء. الحب ما حرمه ربي ولا ذمه، ما ادري ورا الناس ولا عارف. طيب اعلمكم احب سويت لك شيء لو تلزم به اخوانك يبطون يبطون والله. انا عندي امراه عظيمه امراه عظيمه تستاهل الحب تستاهل التقدير. تخيل ايش اعلان ها؟ تخيل ايش اعلان وانا ما اقول اسم امي. تخيل ايش؟ اقول انا قاعد امدح امراه عظيمه. وش دخل اعلان؟ ها؟ وش دخل؟ يعني اقطع انا اقول امراه عظيمه ول 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 واني احب مدري ايش تجي اعلان ما اقول لي اوه تخيل ايش اعلان. الله يخلي لك شيخه والله يخلي لك فاطمه والله الله يخلي لك موضي. انا طيار انا طيار انا سياره انا سياره. كيف ما لقيت على نفسي؟ هذا طلع شو سوى ذا؟ جيت عادي لا رحت عادي جيت ارحب يا ابو ارحب ارحب يا ابو علي ابو علي الله يسعدك في امان الكريم. يا مرحبا ومسهلا يا ابو علي يا مرحبا. والله العظيم ان نحبك الحب نظره قال انسان كذاب كذاب. احنا نحب محمد ولا نشوف الله يكبر عشان كذا. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على قد حبيت؟ اي نعم والله لعلم بس صدقها تخلص. اي والله من؟ حبيت من؟ امي موضي. الله يعلم موضي قد حبيت؟ نعم من؟ وانا اعترف ولا اشوف ان في شيء ابدا. الحب عادي بسرعة يا زياد. وش تبغى ايش تبغى تسال انت؟ تحب؟ اي والله من الشخص؟ يعني ايش اجاوبك باسم يعني؟ ايه صح انت؟ ليه؟ أنا تعرف الاسم فاطمة سعد رجاء زايد رجاء لوتر. العب عليه عزيز على طول. انحشرت ايه انحشرت لف على المخرج على طول. والله يعني الام تستاهل الام. الام فوق الحب. لا والله فوق الحب ما هو بس فوق الحب. ايش ايش الشيء اللي فوق الحب؟ اللي فوق الحب يعني الام تستاهل. هذا برك امك هو الشيء اللي اشوفه فوق. انا اشوف ان حب التملك تستاهل الام بس يعني الله يطول عمرك بين اخوانك بس. فاطمه سعد والله العظيم اني مشتاق. شيخ السير الله يحفظك. سر ربي يجعل يومي قبل يومك. خواتي عيال واخواتك خواتك خواتك يا رجال خواتكم. امي تحيه من الحين عطنا 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 الوتر ذاك. انا من اول بقول بمسي على اخواتي. مشتاق لك يا ام. عطنا ابى اقول مسي على اخواتي وانت تخش في البروباغندا اقول طقطق علي ضعني معك على طول. كل ابونا اخوانك لو تبغانا يا شيخ. لا 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 بيقول شكل يقول شكل يقول جاك 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 اللي في عثمان جاك. الحمد لله راح عثمان شكرنا الله مسخن عثمان. ما ما هاي بس ذيك ايه عثمان ما خلى على ذيك جاب لي عبر منها. انذبل انذبل ايش جاب؟ اذكر ما ادري انت بردان صح؟ يده تقول لي على سيارة باتمان سوالفاتنا. الله يقراك. انا طياره انا طياره. والله ما ادري يقول جاني جاني صارحني قال فهد انا معروف في القبيله وانا معروف ما ادري معروف وانا واجهت وانا حطيت وانا شلت. والله فهد نقدت على نفسي ما عشان طياره بغيت اموت يا ضحك. والله اني بغيت اطرش. جاني جاني عشان تقعد على نفسك. انت ابو تصميم عشان لا طلعت ابراهيم اخر تكه يا جماعه تكه يا جارع. ايه وقال عبد الله الروقي ابى اقعد حلقك ابى اقعد. والله ما عنق انا والله